ملال ألف مبروك. الله يبارك فيك يا كابتن أيمن. النتيجة ممتازة جدا إنك تبقى كسبان في القاهرة وتروح هناك مثلا ترسم سيناريو إنك ممكن تتغلب 1-0 أو 2-1 أو سيناريو بالنسبة لك جيد، لكن إنك تطلع بتعادل هناك ده برضو مسج للفرق التانية إن النادي الأهلي فريق كبير، فريق محترم، فريق بطولات، هي دي فرقة البطولات يعني. أيوة. إنك ما بتتغلبش، أنت صعدت، كان ممكن تتغلب عادي 1-0 هنا والمباراه تنتهي ونسقف والحمد لله، برضو انت عبرت في صالحك، لكن كون ان انت هناك تبادر بتسجيل الهدف الاول، المباراه تطلع تعادل، ده قيمه الفرق الكبيره، برضو ده قيمه وامكانيات وقدرات الفرق الكبيره. انت ما سيطرتش على المباراه، ما احكمتش سيطرتك على المباراه كلها، ولكن لعبت بالطريقه اللي تكسبك المباراه. هو ده الشغل اللي بيفرق مدير فني عن مدير فني تاني، انك بتلعب، انا عايز العب بالطريقه اللي تخرجني كسبان بيها الماتش، وعشان كده كسبت الماتش الحمد لله رب العالمين. والاهلي صعد في مباراه النوك اوت. بشكل عام الناس ما بتفتكرش مين ادى كويس، الناس بتفتكر مين كسب، مين صعد للسيمي فاينل. الاهلي كان صعد تاني المجموعه، والناس كلها كانت بتتكلم على اداء الاهلي واي لاعب سان داونز، الفرقه المرشحه للبطوله والفرقه الاقوى في المجموعه. وانا يمكن بعتذر لكابتن شريف، انا قلت له سان داونز اجمد من الزمالك، لا الاثنين زي بعض بالنسبه لي دلوقتي في التويت الحالي. ف هذه دي شخصيه النادي الاهلي، تمام؟ حتى في أسوأ الحالات ممكن تكسب، وفي أسوأ الحالات ممكن تتغلب. انا مش عايز اقول ان احنا النهارده كنا في أسوأ الحالات، لكن انا بقول الفرق الكبيره دايما عندها هدف بتسعى ليه. الهدف النهارده انك تصعد للسيمي فاينل. في حسابات تانية مختلفه ومباريات تانية هتيجي، والاهلي هيلعب ماتشات تانية، وفي لعيبه هتدخل ولاعيبه هتخرج، في سيناريوهات مختلفه. عشان كده بنقول ايه، ان الفكره اللي موجوده عند مستر موسيماني ولاعيبه النادي الاهلي والنادي الاهلي انك تصعد لدور السيمي فاينل، وده اللي عمله النادي الاهلي النهارده. يمكن كان في زي ما قال كابتن شريف من شويه، في 3-4 فرص كان ممكن يعني بشويه تركيز او بشويه اراده او بفكر انك تكسب، كان ممكن تسجل منهم اهداف. علينا برضو كرات كان ممكن تيجي فينا اهداف، براعه الشناوي في بعض من الحظ، لكن ليك برضو فرص كانت ممكن تيجي اهداف. طريقه لعبك النهارده كانت جيده، كان في مساحات زي ما اتكلمنا قبل الماتش في خلف دفاعات فريق سان داونز، كان ممكن تستغلها استغلال جيد برضو لو انت عايز تكسب النهارده المباراه. انا بشوف ان الماتش النهارده كان في ايد النادي الاهلي، هو اللي كان ممكن يسيره زي ما هو عايز. عايز يدافع يدافع لانه عنده الامكانيه، عايز يهاجم ويسجل اهداف كان ممكن النهارده توصل وتسجل اهداف، ولكن انت في النهايه حققت المطلوب منك. صحيح. قدرت ان انت تتعادل، ما اتغلبتش حتى 2-1 او 1-0. شكلك جيد، مسج للفرق الكبيره ان الاهلي قادم. انت محقق نتيجه ايجابيه. طبعا. يعني 2-0 و1-1 وانت اللي مسجل الهدف الاول، ده معناه ان انت يعني انت فريق كبير. المفترض ان انت بتسعى يعني ان شاء الله باذن الله للبطوله العاشره مشيت اللي تعالى.